السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 202، الله يعطيكم العافية. اليوم حديثنا عن الفيكتور فيلد، حتكون عدة محطات. المحطة الأولى تعريف التانجنت فيكتور. تانجنت فيكتور راح نرمز له V sub P. ال V تعتبر فيكتور، ال P نقطة. لذلك لاحظ أنا كتبت ال V ببولد. أنت لما تكتبها باليد تكتب V ومن فوقها سهم، لكن بالطباعة أنا عملتها بول. التانجنت فيكتور هو consists of two points in R2 أو R3. أول شيء الفيكتور بارت V والpoint of application P. طب شو معناها؟ معناها إنه في عندي فيكتور ذيله عند P قيمته V، فبدك تتذكر مفهوم الفيكتور في 201. فعلى سبيل المثال لو كانت البي 1 1 3 والفي 2 3 2، راح يكون في عندي فيكتور قيمته 1 أو 2 3 2 وذيله اللي يعني اللي ببدأ الفيكتور من عند بي بهذا الشكل. في عندنا مصطلح اللي هو الفيكتور فيلد. فيكتور فيلد هو فانكشن بنقل كل نقطة إلى تانجنت فيكتور عند تلك النقطة. فأيضا هون راح نرمز له F بولد هذا الفانكشن. فلاحظ عند كل نقطة، مثلا لو خلينا النقطة XYZ، راح يكون عندي صورة فيكتور اللي هي عبارة عن F1XYZ I hat زائد F2XYZ J hat زائد F3XYZ K hat. طبعا للتبسيط أحيانا أنا بعرف بتعامل مع نقطة، بس برمز ل XYZ كفيكتور R، فبصير هنا F بول للR بول بهذا الشكل. ولو كانت التانجنت فيكتور أو الفيكتور فيل مشتغل على R2، فبصير الفيكتور R عبارة عن XI hat زائد Y J hat. في مثال مشهور على الفيكتور فيل بيظهر بالفيزيكس، اللي هي بالمسائل أو الكهرومغناطيسية والجاذبية. في الفيزيكس اسمه هذا الفيكتور فيلد F الR C على النوم للR تكعيب في فيكتور R. الفيكتور R عندي هون عبارة عن XI hat plus YJ hat plus ZK hat، والنوم للR هو عبارة عن الجذر التربيع إلى X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع كما تعلمون من معلومات سابقة. طبعا C هون constant real constant، وهذا الفيكتور فيلد المشهور بسموه inverse square field. راح ندرس في خلال المساق بعض الخصائص لهذا الانفرس سكوير فيلد. مثل ما حكينا لكم هذا الفيكتور فيلد يظهر كثيرا ان الكتروماغنتيك از ويل از جرافيشنال بروبلمز. مثال اخر مشهور على الفيكتور فيلد، اذا كان عندي في فانكشن اوف ثري فاريبل، فبنقدر نعرف جريدينت في للاكس واي زد. هذا راح يكون عباره عن فيكتور فيلد عند اكس واي زد اللي بارشل في بالنسبه لاكس اي هات زائد بارشل في بالنسبه لواي جي هات زائد بارشل في بالنسبه لزد كي هات. هذا الفيكتور فيلد بيسموه جريدينت فيلد اوف في. مثال سكتش ذا جريدينت فيلد اوف في اكس واي ايكوالز اكس بلس واي. ما راح نقدر نرسم عند كل نقطه، راح حتى للتفسير راح ناخذ مجموعه كبيره من النقاط ونشوف شكل الجريدينت. لحسن الحظ الجريدينت لاحظ اللي هي بارشل في بالنسبه لاكس راح تكون 1 اي هات زائد بارشل في بالنسبه لواي ايضا 1 جي هات. فصار الجريدينت عند كل نقطه هو ثابت، عباره عن اي هات زائد جي هات، اللي هو عباره عن فيكتور 1.1. لذلك عند كل نقطه في عندي فيكتور ذيله عند تلك النقطة بيبقى الفيكتور بقيمته 1 1. كيف شكله هي؟ لاحظ عند 0 0 في عندي فيكتور قيمته 1 1، عند 0 2 فيكتور قيمته 1 1، عند خدار أي نقطة 4 0 قيمته 1 1. فهذا بعطيني portion of the vector field is sketched in the following figure as shown. أخذنا جزء مقطع من الرسم. مفهوم آخر راح أعرفه الآن وراح نرجع له بالمستقبل، نرجع نحكي عنه مش في الفيديو هذا، في هذا الفيديو.
A vector field F is said to be conservative in a region if there is a function phi in that region with the gradient phi equals bold F. In this case, we say that phi is a potential function for bold F in the region. مثال على ذلك الانفرس سكوير فيلد هذا كونزرفاتيف ان اني ريجن بس الريجن شو بتكون؟ ما بتحويش نقطه الاصل سواء بار 2 او ار 3 احنا راح امثلها هون بار 2 وبشكل مشابه كهوم ورك بسيط اترك ليك لار 3 لو كان الفي تساوي سالب سي على اكس تربيع زائد واي تربيع قوه نص السي نفس الكونستنت اللي بيظهر في ال inverse في square field يعني في عندي سي لاحظ لو تشتقيت بالنسبه لاكس الفانكشن في هي سالب سي في اكس تربيع زائد واي تربيع قوه سالب نص بارشل في بالنسبه لاكس حتكون سالب سي في سالب نص في اكس سكوير بلس واي سكوير هو سالب 3 على 2 في 2 اكس مشتقة الاقتران بالنسبة لإكس الداخلي سالب مع سالب تروح قوة سالب 3 على 2 بتصير بنزل تحت قوة 3 على 2 بتصير هذا الشكل وبالنسبة لواي بنفس الطريقة لاحظ بتقدر تاخذ سي على إكس تربيع زائد واي تربيع قوة 3 على 2 على المشترك بفضل عندي إكس أي ها زائد واي جي ها إكس أي ها زائد واي جي ها اللي هو فيكتور آر الباص سي إكس تربيع زائد واي تربيع قوة 3 على 2 هي النورم للار قوة 3 فإذا لقينا فانكشن في الجريدينت له اف فبهاي الحالة بنحكي انه اف او الانفرس سكوير فيلد هو كونزرفيتيف وبنحكي عن الفي اللي لقيناه هو بوتنشال فانكشن لمين؟ للانفرس سكوير فيلد بس ما ننسى الريجن انفرس سكوير فيلد لازم نكمل الريجن الريجن in any region that doesn't contain zero الاوريجن الاوريجن عندي هون لانه اصفار المقام هي زيرو زيرو فلو رحنا على ار 3 نفس الكلام راح يظل نفس الحسابات almost ولكن المنطقه بتكون كل النقاط ما عدا الاوريجن اللي هي زيرو 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 مثال اخر الفي هذا هو potential function لهذا الفانكشن in some region بنحدد شو الريجن حتى ببساطة تحسب الجريدينت للفي. تذكر انه مشتق التان انفرس اكس هي 1 على 1 زائد اكس تربيع. لذلك لما تشتق هون بالنسبة لاكس بصير مشتقة مدى الاكس واي بالنسبة لاكس اللي هي واي على 1 زائد اكس واي الكل تربيع. ونفس الشيء بالنسبة للواي. لاحظ هذا اللي طلع معنا هو نفسه الفيكتور فيلد هذا. طب شو هي الريجن؟ الريجن الفعليه راح تكون لكل اكس واي تنتمي لار 2 طبعا في خطا مطبعي صلحوه اللي هو الزوج مرتب اكس واي تنتمي لار 2 او اذا بدك تخليه زي هيك لكل اكس واي تنتمي لار اذا هون صلحوها اكتبوا الاكس والواي زوج مرتب في خطا مطبع طب ليش ما فيش خوف انه المقام اصفار؟ لانه 1 زائد اكس زائد اكس واي لكل تربيع دائما اكبر او يساوي صفر اكس واي تربيع دائما ما شيء موجب فهي اكبر يساوي صفر زائد واحد اللي هي موجبه فراح يكون المجموع اكبر من صفر فمستحيل يساوي صفر لذلك هون اخترنا الزوج مرتب اكس واي تنتمي الى ار اف اذا كان مثال تعريف جديد اذا في عندي فيكتور فيلد بهذا الشكل اف كوما جي كوما اتش نقدر نكتبها اذا بديش اكتبها على شكل اف اي هات زائد جي جي هات زائد اتش كي هات نقدر نكتبها اف جي اف في عندنا دايفيرجنس اوف اف راح يكون هيك بارشل اف بالنسبه لاكس زائد بارشل جي بالنسبه لواي زائد بارشل اتش بالنسبه لزد وبنقدر نكتب هذا الرمز اف صب اكس زائد جي صب واي زائد اتش صب زد ايضا كيرل اوف اف راح يكون هيك الديتيرمنت لهي المصفوفه لاحظ اي هات جي هات كي هات وتذكروا ان دائما كنا نضرب هو مش ضرب هي كشكل بارشل بالنسبه لاكس بارشل بالنسبه لواي بارشل بالنسبه لزد اف جي اتش السطر الثالث كيف كنا نحسب الديتيرمنت نقول اي هات في هات في هات
نلغي الصف والعمود اللي فيه اي هات. كنا نضرب هون ما بنضرب، بنقول partial بالنسبه لواي للاتش ناقص partial بالنسبه ل partial جي بالنسبه لزد ناقص جي هات، نلغي الصف والعمود اللي فيه جي هات، partial اتش بالنسبه لاكس ماينس partial اف بالنسبه لزد. طبعا هون غير اشاره زائد في غلط، هو غير حط الناقص بدلها عشان يصير زائد، صارت ناقص مع ناقص. نعم زائد كي هات partial h بالنسبه لا سوري partial g بالنسبه لx minus partial f بالنسبه ل. كمان شوي هذول راح يكون اوبريتر، لاحظ انه الدي مثلا كير اف تشبه انه فيكتور كروس فيكتور، اللي متذكر كروس فيكتور كروس برودكت. الفيكتور الاول هو اللي راح نعتبره نابله اللي هو الجريدينت، partial بالنسبه لx i هات partial بالنسبه لy j هات زائد بارشل بالنسبه لزد كي هات. والفيكتور الثاني الكوفي الاحداثياته اف جي اتش. فهذا كير اف كاوبريتور بنسميه جريديان كروس اف. فبالديف للاف اذا بدك تقلد نفس الطريقه راح تكون عباره عن جريديان دوت اف. لاحظ بارشل الدوت برودكت الاول في الاول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث، بس هو ما في ضرب كشكل، بصير partial بالنسبة لx للf زائد partial g لy زائد partial h بالنسبة لz. نرجع نحكي عنه وبطريقة مشابهة نقدر نعرف operators أخرى. كمثال على ذلك find the divergence and the curve of the vector field اللي أمامكم، بسيطة divergence يعني بدك تشتق x تربيع y partially بالنسبه لx زائد مشتقه 2 y تكعيب z بالنسبه ل y partially زائد partially المشتقه partially ل 3 z بالنسبه ل z. بالنسبه لx عباره عن 2 x y زائد بالنسبه ل y 6 z y تربيع زائد 3. بالنسبه للكير بتحط i الديتيرمنت i هات j هات k هات partial بالنسبه لx partial بالنسبه ل y partial بالنسبه ل z. لا x تربيع y الصف الثاني الان هون 2 y تكعيب z و3 z تحسب بيطلع معك هذا الناتج. طبعا كحسابات بسيطه يعني ممكن احكي عنها، لاحظ i هات partial مشتقه 3 z بالنسبه ل y اللي هي 0 ناقص مشتقه لهذا الاقتران بالنسبه ل z اللي هي 2 y تكعيب، فبصير ناقص 2 y تكعيب i هات ناقص جي هات مشتقه بالنسبه لاكس 3 زد 0 ناقص مشتقه بالنسبه لزد لاكس تربيع واي برضه 0 فما ظهرش جي هات. زائد كي هات مشتقه بالنسبه لاكس لهذا 2 واي تكعيب زد هي 0 ناقص مشتقه بالنسبه لواي لاكس تربيع واي اللي هي اكس تربيع، ففي ناقص فبصير ناقص اكس تربيع كي هات. مثال اخر show that the divergence of the inverse square field هذا يساوي 0. اذا هاي صفة أخرى بتظهر عندي الانفرس سكوير فيلد إنه الدايفيرجنس إلها زيرو. طبعا للتبسيط راح أفترض إنه الفيكتور اللي هو إكس فاصلة واي فاصلة زد الآر اللي هي عبارة عن النورم للفيكتور آر اللي هي إكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع قوة نص. فشو بصير عندي الانفرس سكوير فيلد عبارة عن إف إكس واي زد عبارة عن سي إكس على آر تكعيب كرقم سي واي على ار تكعيب سي زد على ار تكعيب، لانه هذا اللي هون عباره عن ار تكعيب. لاحظ لو بدك تشتق بارشلي للار بالنسبه لاكس راح يكون عباره عن نص في اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع هو سالب نص في 2 اكس اللي هي هاي. اختص 2 مع 2 بيطلع اكس على ار. ونفس الشيء بارشل ار بالنسبه لواي ار على واي، بارشل ار بالنسبه لزد ار على زد. ليش بحكي هيك؟ لانه بدي استحقق استخدمها كمان شوي، فالديفيرجنس للاف هو هذا القاعده. مثلا بدك تشتق هذا السي اكس على ار تكعيب بالنسبه لاكس، هون مشتقه قسمه اقترانين. ايضا ثابت سي نقدر نطلعه برا، المقام ار تكعيب في مشتقه البسط واحد، ناقص البسط اكس في مشتقه المقام ثلاثه ار تربيع، نرجع نشتق بارشلي بارشل ار بالنسبه لاكس اللي هي اكس على ار، هي
R تربيع على R، فR مع R بتروح ضل عندنا هيك R تكعيب ناقص 3X تربيع R على R قوى 6 مضروبة في 6. اختصر خذ R تكعيب عامل مشترك مثلا، فراح يضل عندنا بهذا الشكل. نفس الشيء partial CY على R تكعيب بالنسبة ل Y حيكون هيك، وبالنسبة ل Z بعدين اجمعهم. لاحظوا ان تجمعهم مثل عن سي على ار تكعيب، سي على ار تكعيب، سي على ار تكعيب، اللي هي 3 سي على ار تكعيب. هون ناقص 3 سي اكس تربيع على ار قوه 5، ناقص 3 سي واي تربيع على ار قوه 5، ناقص 3 سي زد تربيع على ار قوه 5. مره اخرى خد 3 سي عامل مشترك يصير اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، لكن اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع اللي هي ار تربيع. ار تربيع على ار قوه 5 اللي هي 1 على ار تكعيب. فصار عندي 3 سي على ار تكعيب ناقص 3 سي على ار تكعيب وتساوي 0. مثل ما حكينا الان نقدر نتعامل مع الدل اوبريتور نابلة بهذا الشكل. فلذلك الدل اوبريتور نقدر نطبقه على الفاي بهذا الشكل. So we get analogous لا الدريفيتيف، لما كنا نقول دي بالنسبه لاكس بصار على الفي. لكن نرجع للدايفيرجنس، الدايفيرجنس نقدر نتخيله اذا كان الفيكتور فيلد بهذا الشكل، ان الدايفيرجنس اف عباره عن نابله دوت فيكتور اف، والكير نقدر نعمله نابله كروس فيكتور اف. ونقدر بشكل مشابه نسال اسئله اخرى، مثلا بقول لك احسب نابله دوت نابلة كروس اف، نابلة كروس اف اللي هي الكير. ممكن انا اخطأت انه الاف لازم يكون بول، صلحوها. فانت اذا ما صلحوها تحط فيكتور فوقها فوق اف. لا، نابلة كروس اف اللي هي الكير، بعدين بعد ما تحسب الكير بتحسب له الدايفيرجنس. فهي نابلة دوت هاد، احسب هذا الديتيرمنت واطلع هيك، اعمل له النابله، فبظهر عندك بالنسبه لاكس ما حيظهر، بظهر عندك المشتقه بالنسبه لواي للجي هذا. كان في شيء غلط، متاكد. هلا بالنسبه لواي مشتق بالنسبه للصفر، بالنسبه لزد هاي صفر، ناقص جي مشتقه بالنسبه لزد صفر، وهنا صفر زائد كي مشتقة بالنسبة لإكس، هون عبارة عن سالب ساين إكس ناقص واي، هاي زيرو. لا جي هات أنا آسف، في خطأ مطبعي هنا. هنا هاي كي هات وليس جي هات، فها عشان هيك لما تشتق هذه بدك النابلة اللي بالنسبة لزد تطلع زيرو، لأن هون كي هات وليست جي هات. صلحوها، here should be كي هات not جي هات. مثال آخر، نابلة كروس نابلة كروس اف، فأنت كير للكير، هاي عندك اف نابلة كروس لهذا حساب بيطلع معك هيك، تأكد منهم. مرة ثانية بدك تعمل الكير اللي هي مرة ثانية في خطأ مطبعي، ما في نابلة هون. طب عندك اي هات جي هات اللي هي كي هات، صف الثاني بهذا الشكل، صف الثالث اكس زد ناقص واي زد واي، فبيطلع معك بهذا الشكل. في عندنا اللابلاسيان اوبريتور، تعريف اخر is defined to be nabla square، اللي nabla dot nabla، اللي بهذا الشكل partial 2 بالنسبه لx square، partial 2 المشتقه الثانيه بالنسبه لy، زائد المشتقه الثانيه بالنسبه لz. مثال على ذلك، اذا كان هذا الفانكشن x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع، بدك الان لابلاسيان اوبريتور للf، بتشتق بالنسبه الاول x بيصير 2x، بالنسبه الثانيه مره ثانيه 2،
مشتقة الثاني بالنسبة لX مشتقة الثاني بالنسبة لY مشتقة الثاني بالنسبة لZ بتساوي 2 برضو بالنسبة لY المشتقة الثاني 2 زائد بالنسبة لZ 2 بطلع الجواب 6. أوكي إذا نتذكر إنه هنا في خطأ مطبعي، ما خطأ المطبعي الأول جهات هاي لازم تكون صحيح ناقص لا سوري كيهات كيهات لأن هنا مشتقة سالب ساين إكس ناقص واي حتى في عندي سالب لا دول دقيقة شوي سوري بارشل اللي هي نعم سالب ساين إكس ناقص واي فإذا في عندي سالب وهون كيهات وبطلع الجواب صفر فهذا خطأ مطبعي أول خطأ المطبعي الثاني إن النابلة هاي تشيلها أعتذر من هذا الخطأ ولكن صلحوه هذا ما لدينا هذا اليوم أعطيكم العافية لقاء يتجدد مرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.